أهلا بيكم. في فترة قليلة جدا قدرت الشيف اللبنانية عبير الصغير تحقق اللي بيحلموا بيه المشاهير والنجوم على السوشيال ميديا من سنين، لحد ما بقت رقم واحد على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي. ورغم الشهرة والنجاح ده كله، حست عبير بظلم كبير. طب ليه؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو. بس قبل ما نبدأ، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الاشارات. يلا بينا ندخل في التفاصيل. عبير الصغير اتولدت في لبنان لأسرة مسلمة محافظة، وهي صغيرة كان عندها شغف كبير للطبخ، وده مش زي كتير ما بيفتكروا ان ده وراثة او حتى تعليم من والدتها. لا بالعكس، هي اللي عملت نفسها بنفسها. الموضوع اتطور معها بسرعة لدرجة انها ما بقتش بتطبق الوصفات اللي بتشوف، لا دي بتبتكر وصفات وبتضيف لمسات خاصة. حتى طريقة التقديم وتزيين الأطباق بقت موهوبة فيها بشكل كبير جدا، وده لأنها كمان من هواة الرسم. ومن كتر ما بقت تقضي أغلب وقتها في المطبخ، انفردت بمطبخ كامل في بيت عيلتها عشان تبقى فيه على راحتها. غيرت من التفاصيل الفنية للطبخ، قررت التصوير ودخول عالم السوشيال ميديا. والدها ما كانش موافق عليه، لأنها زي ما قلت إنها من عيلة محافظة ملهاش في جو الشهرة. بس عبير قدرت تقنعه فعلا. في خلال سنة وشهور قدرت تبقى واحدة من أبرز الشيفات العربية في العالم. بس الغريب إن في الوقت اللي الكل فاكر فيه إنها بتكسب كتير من شغلها، عبير أكدت إن فيديوهاتها اللي كل واحد فيهم بيبقى عبارة عن دقيقة ما بيدخلهاش أي فلوس إلا لو بتعمل دعاية لمنتج معين. الدقيقة اللي بتنشرها عبير يوميا تقريبا بتاخد من وقتها حوالي 6 ساعات، ده غير إنها مش بتستعين بأي حد للمونتاج أو التصوير وغيرها، وده لانها اكتر واحده فاهمه هي عايزه الفيديو يطلع ازاي. عبير لما اتسالت عن هدفها من التعب ده كله ولو مش بيطلع لها اي مكسب مادي، ردت عبير قالت النهارده انا موجوده، يمكن بكره لا، الفلوس بتروح بس اسمي هيفضل موجود. اللافت في فيديوهات عبير رغم انها عن الطبخ الا انها بتطلع فيها وما بتتكلمش ولا كلمه، بتكتفي بموسيقى معينه او اغنيه معينه حسب طبيعه الوصفه او البلد، غير زوايا التصوير المختلفه والمميزه، وده لانها في رايها مش هتعرف تعلم اللي بيشوفها في دقيقه الوصفه اللي بتحضرها في 4 ساعات. طريقه لبس عبير كمان من الحاجات اللي شغلت كل اللي بيشوفها، حتى طريقه لفتها للحجاب طلع عليها اشاعه انها تركيه، بس هي اكدت انها مش متعمده ده خالص، ووضحت انها اتحجبت من وهي عندها 12 سنه عن اقتناع. اما عن ازياء المختلفه، فعبير كمان عندها حب لتنسيق اللبس من زمان، حتى انها فتحت محل مؤخرا بعد فشلها في الدراسه. في الاول درست هندسه ديكور لمده 3 سنين وما كملتش، وسجلت جرافيك ديزاين لمده شهر واحد، وبعدها درست بيزنس لمده فصل دراسي واحد. اخر محطتها كانت الفاشون ديزاين. الحب مش على قائمه اهتمامات عبير لانها حرفيا ما عندهاش وقت، غير انها بتفضل اللي يحب يتعرف عليها يدخل من البيت على طول. عبير اتصنفت انها افضل مؤثره عربيه على مواقع التواصل الاجتماعي. عبير فازت بجائزه جوي اووردز لسنه 2023 من تنظيم هيئه الترفيه السعوديه، بس ده ما منعش احساسها بالظلم لما اسمها ما جاش في قائمه افضل 12 شخص من صناع المحتوى. عبير وضحت السبب وقالت أغلبية صناع المحتوى بيعتمدوا على مصور ومنتج وميك اب ارتست وفريق عمل كامل عشان منتجهم النهائي، إنما أنا بعمل كده لوحدي، فحسيت بالظلم لأني صنعت محتوى مش حد بيصنعني. في الوقت اللي اكتشفت فيه إن جالها عرض لتقديم برنامج طبخ بس في أمريكا، على الرغم من إنها بتتمنى يكون برنامجها في الوطن العربي، عبير ما رفضتش العرض الأمريكي ولسه بتفكر فيه. لحد هنا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. قبل ما نمشي، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل الاشعارات. اسيبكم في رعاية الله وامنه وحفظه، والسلام عليكم. باي باي.